القهوة من وقت حاب قهوة من تاريخ العاب هيا نمرح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ جايبه لهم ايه النهارده؟ الله، العدة الجميلة بتاعت النجار. ايه ده بس، الحاجات دي احنا جبناها قبل كده صح؟ طب انت عارفه احنا جايبينها لهم النهارده ليه؟ عشان احنا جايبين لهم حاجات جديدة زيادة عليهم. احنا عندنا المرة دي تا العدة البرتقاني، يعني المرة اللي فاتت كان لونها احمر، المرة دي لونها برتقاني وفيها حاجات مختلفة. يعني شايفة البلطة دي؟ ما جبناهاش قبل كده، هنطلع الحاجة دلوقتي ونشوف. بس خلينا الأول يا أصحابي كده نشوف الحاجات اللي عندنا. فاكرة الحزام ده؟ الحزام ده مش كان عمه النجار بيلبسه على وسطه ويحط العدة بتاعته فيه؟ تيجي نحطها؟ استني كده ثانية واحدة، ثانية واحدة، عايزة تقولي إيه؟ حاجة. ها؟ إيه؟ إن هو بيتقاسها من اتنين، يعني بيتفك من هنا يا أصحابي، من هنا كده بيتفتح وبيتقسم النصين، بس احنا هنوصله تاني عشان نركب الحاجات بتاعتنا. العدة بتاعتنا هنركبها عشان نشوف العدة الجديدة كمان. طيب انا مش فاكر اماكنها بالظبط يعني، بس انا فاكر ان كان في مفكين هنا. ناولين المفكات كده اللي عندك دي، المفك المفك بسرعة هاتي. بصوا يا اصحابي هنركب مفك هنا كده. الله، دي ممكن تترفع يا اصحابي. استني بس، وده كمان كان الناحية التانية هنا. والشاكوش ده كان مكانه فين؟ كان هنا باين ولا ايه؟ لا مش هنا، كان هنا ولا هنا؟ في دي. بصوا الشاكوش كان مكانه هنا تقريبا يا اصحابي، ماشي. وكمان كان عندنا البنسة دي كانت هنا. بصوا يا اصحابي دي كانت كده. الله، يلا هاتي ناولين الحاجات بسرعة عشان نركبها عشان نوري أصحابنا. شايفين المفتاح الجميل ده كان بيركب فين؟ هنا باين ولا ده؟ استني ده الشاكوش مكانه هنا، أنا ناسي، ده مكان الشاكوش. ودي مكانها هنا، المفتاح ده مكانه هنا، والمفتاح التاني مكانه جنبه هنا. الله، طب انت عارفه بقى البتاعه دي اللي كانت معاكي راحت فين؟ هاتيها كده. شوفي يا اصحابي دي بتركب هنا برضه. استني بس لما اركب دي الاول. بصوا، اللي معاكي دي اقول لك بتركب فين كمان دلوقتي. ودي دي ركبت هنا خلاص اهي. انا عارفه دي ركبت هنا، ودي دي مكانها هنا. اول واحده اللي معاكي دي حطها هنا بسرعه. هاتي ورين اللي هي بيقيسوا بيها دي، يلا حطيها هنا بسرعه شاطرة. الله، خلاص ده مكان. خلاص احنا ركبنا الحاجات دي كلها، هنسيب الحزام ده هنا. الله، شايفة المسامير الجميلة دي؟ حلوة قوي. معانا مسامير يا أصحابي بتتربط بالصامولة بتاعتها، موجودة أهيت. هنجيب زيها دلوقتي في اللعبة الجديدة كمان. شكلها جميل قوي المسامير دي. حطها هنا كده، وكمان المسمار. ثواني بس. وبصوا يا أصحابي، شفتوا المنشار الكهرباء ده؟ كده، وده منشار يدوي. بس على فكره بصي، عشان اصحابك في حاجه ما هماش عارفينها، دولت الحزام والحاجات دي كانوا لعبه، ودولت والشنيور والحاجات دي كانوا لعبه ثانيه. والنهارده هنجيب اللعبه الثالثه، هنطلعها عشان نوريها لاصحابنا. تعالي بس نرص الحاجات دي كده هنا، ماشي، عشان لما نفتح اللعبه الجديده ونوريها لاصحابنا يشوفوا فيها ايه. حطي بقى المفتاح ده عندك كده، وده هنا، ماشي. يلا اللعبة الجديدة بقى هنجيبها يا أصحابي اللي لونها برتقاني دي، نفتحها مع بعض. إيه رأيك؟ يلا افتحها معايا كده. يلا. الله، استني كده. ده فيها مسامير هي كمان، شيل دي خلاص. بص الحقي ده فيه مسمار، والصامولة بتاعته أهيت، هنركبه. الله، خدي كده ركبي المسمار ده. سيبي بس، لا ما تطلعيش حاجة دلوقتي، سيبي خدي ركبي المسمار ده عشان نركب التاني بسرعة. يلا شاطرة. الله، لا ركبيه كمان. بصي لفي دي كده شوية، أيوه كده، ماشي. وبعدين عشان نحطها جنب المسامير التانية هنا، هاتي كمان لفهولك شوية. بصي يا أصحابي أهو، ماشي. وبعدين نحط ده هنا، وده نص الحزام ده. استني ده فيه لعب جميلة. الله، هنشيل الورقة خلاص. طب كده
قدام. لا استني، بدي هنركبها الاول، هي لسه ما ركبتش. ثواني ثواني كده، ده النص ده بيركب هنا وكده، لما ركبه ثانيه واحده وايدك هنركب النص ده. ده احنا يبقى عندنا عدد كتير قوي جميله. عشان فادي وهادي لما يجوا يصلحوا حاجه يبقى عندهم الحاجه بتاعتهم بيصلحوا بيها. بص احنا ركبنا ده، وبعدين هنا في استك كده هشيله عشان الحزام يتفرد. الله، والناحيه الثانيه كمان. استنى اشيله انا. طب يلا، ها شلتيه، ها هاتي الاستك ده كده عندي. بصي يا اصحابي هنفرد دي كمان. الله، بصي بقى الحزام لما خلص. ثواني كده، اوعي كده. شوفي يا اصحابي العده اللي فيه. الله، حلوه قوي. طب تعالي كده نطلعها واحده واحده. اه دي مسطره بنقيس بيها اسمها زاويه، هاتيها هنا كده. دي ما جبناهاش قبل كده، اول مره نجيبها الزاويه دي. والمفكات دي عندنا زيها بس لون تاني، الاحمر يعني بتاعتها دي لونها برتقاني. الله، فك جميل. ده مفك اللي هو المبطط ده، وده اللي هو الاربعه اللي هو اللي بنقول عليه صليبه، الاربعه ده اللي هو فيه اربعه من هنا كده. جميل قوي المفكات دي. طيب وكمان عندنا بنسه، كمان بنسه بتاعت الكهرباء دي. طبعا يا اصحاب الالعاب دي كده وكده احنا بنلعب بيها بس، ما بنجربهاش في الحاجات التانيه، يعني الكهرباء والحاجات التانيه دي ما نلعبش فيها عشان ما تعورناش. ماشي ماشي ماشي. بصي البنسه لما نطلعها، الله شكلها جميل. مش شكلها جميل ازاي؟ يلا هاتيها هنا. اه زي الثانيه عندنا واحده كده. بصي شايفه دي؟ ده ممكن تمسك ايه؟ اه ممكن نمسك بيه المسمار من هنا. هاتيها ايدك هنا، ايدك هنا عشان مش شايفيه. شوفوا ماسكه المسمار ازاي؟ اه في نربط بيها المسمار. طب استني اوريهم الشاكوش ده. الله، الشاكوش ده غير الثاني. بصي ده، ده في حاجه من هنا عشان يشيل المسامير غير التاني. التاني كان راسه مبططه كده مش بيشيل المسامير. استني، اه بتدقي بيه هنا، هنا اعملي هنا، بندقي بيه المسمار يا اصحابي. الله، وشفتوا المفتاح ده؟ الله شكله جميل قوي، زي ده كده بس الصغير بقى، يعني ده كبير وده صغير. بنفك بيه المسامير برضه. تعالي نحط بقى الشاكوش مكانه. هاتي البنسه، فين اللي كانت هنا؟ راحت فين؟ لا البنسه اللي كنت بتعملي بقى المسمار، هاتيها لما نحطها مكانها. ها ايوه شاطره، شيلي المسمار مكانه بقى. ها ده؟ اه دي انت حطها، مش مشكله حطيه في اي حته. هنركب بقى البنسه مكانها تاني يا اصحابي عشان نشوف. الله الحقي، شفت المنشار عامل ازاي؟ ده غير ده، هو زي ده شويه بس يعني ده ايده كامله. هاتي ده اما نوريه لاصحابنا. ثواني كده، وده ايده عامله كده، ده بيتمسك كده وده بيتمسك كده، والاثنين برضو ايه بيعملوا الخشب كده وكده. الله شكلهم جميل خالص. ها وكمان معانا بقى الحاجه الجديده اللي احنا اول مره نجيبها، البلطه. الله، البلطه دي يا اصحابي بنكسر بيها الخشب. ثانيه واحده كده، لو احنا عندنا حته خشبه بنقعد نعمل فيها كده، او ممكن نقطع بيها شجره. يعني هنقول ان دي، نتخيل يعني دي شجره كده وكده، يعني بنيجي بقى من الشجره من الجنب كده ونقعد نخبط فيها كده ماشي لغايه ايه ما تقطعها. دي بتقوم قاطعه الشجره موقعاها. او ممكن لو حته خشبه عايزين نقسمها اتنين بنعملها ايه، نكسرها بالبلطه دي. بالراحه بالراحه، مش على دي مش على دي. هاتي يلا ما ارجعها تاني. الله شكلها تحفه. هو في كان ايه هنا؟ كان ايه هنا احنا شلنا نسيه؟ اه المنشار، هاتي لما نحطه تاني. تفتكر اللعبه الجميله دي هتعجب اصحابنا ولا مش هتعجبهم؟ طبعا طبعا هتعجبهم. وانتوا يا اصحابنا اه هنلعب بيهم. بصوا يا اصحابي لو عجبتكم الحاجات الجميله دي اكتبوا لنا في التعليقات عجبتكم ولا لا. طيب دلوقتي احنا في عندنا البيت الجميل ده، الباب بتاعه بايظ مش راضي يتفتح. هتصلحيه ازاي؟ ورق اصحابنا خليه هنا كده. شوفي ورق اصحابنا هتعمليه ازاي؟ ها؟ اه هتعمليه بالبتاعه دي؟ ها؟ ايوه شاطره، اتفتح. اقلبي بيها كده. طيب استني يلا اما نشوف هتفتح ولا ايه؟ اه اتفتحت اهي. خدي بقى تصلحيه بالشاكوش خلاص. ثانية واحدة اهيت، هو معصلج اصلا، الباب بايظ اهو خلاص اتفتح خلاص. هجيب لك الشاكوش ده، يلا خدي صلحيه بقى. ها شاطرة اهو، يلا ها اعمليه يلا. ها استني كده لما اشوفه اتصلح ولا لا. اه ده بقى جميل اهو، شاطرة حلوة قوي. خلاص هاتي يلا الشاكوش نرجعه مكانه، والبيت الجميل ده خلاص اتصلح يا اصحابي. خليه هنا. في بقى بيت كمان اللي هو ده،
السقف بتاعه مش مظبوط، وشوف الباب بتاعه داخل لجوه ازاي، مش عايز يطلع بره والسقف يتصلح. اه طب تيجي نعمله، هجيب لك الشاكوش كده تدقي على الباب من جوه نخليه يطلع بره. يلا ها شطره شطوره، اتعمل لبره اهوت خلاص بقى مظبوط. والسقف ده هنركبه، يلا خدي بقى ايه المسامير دي. ماشي استني كده هفكها لك، هفك لك مسمار عشان تركبي السقف. ماشي يلا حط السقف بتاعنا فوق هنا كده، وبعدين هنحط المسمار هنا. لا مش بده مش بده مش بده، خدي خدي ده اهو. يلا اعملي بيه كده المسمار، ركبيه شوفي هينفع ولا لا. اهو من هنا من هنا، ايوه من دي. يلا شلف لف 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 الناحيه، ايوه دي صح. ستوره ها شاتره ها، يلا شاتره ركب اهو شاتوره، عملنا المسمار هنا اتصلح البيت والسقف بقى جامد اهو، ما عادش بيتحرك بقى جميل خالص. يلا نسيبه هنا بقى كده، عملنا بيتين يا اصحابي صلحناهم. طيب في بيت كمان، البيت ده الباب بتاعه برضو مش راضي يتفتح. يلا افتحيه تاني بالبتاع دي كده شوفي هيتفتح ولا لا. وريني كده، ده جامد خالص ده ولا ايه؟ استني ايوه ايوه شطره، لا لسه كمان استني ثانية واحدة اهو شاطرة اتفتح اهو. يلا صلحي بيه الشاكوش بقى، فين الشاكوش؟ اهو يلا الشاكوش اهو شاطرة. بس على فكرة هو كمان في حاجة كمان، هو الباب اتعمل من هنا خلاص، بس المسامير بتاعته عاوزة تتظبط. خدي اربطيها كده بالمفك ده، اه بتاعة الباب، مسامير بتاعة الباب ده. ايوه شاطرة شاطرة، خلاص اتصلح وبقى جميل. طيب دلوقتي بقى هنقول ايه لاصحابنا؟ ها قولي هنقول لهم ايه؟ نعمل كمان مرة، خلاص بقى المرة الجاية. يلا قولي هنقول ايه لاصحابنا دلوقتي؟ هنقول ايه لاصحابنا؟ اشتركوا كمان كمان، وانسوا كمان مقطعات يا اكتر حاجه عجبكم النهارده. اشتركوا معانا يا اصحابي في القناه، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات العده الجميله دي عجبتكم النهارده ولا لا. وكمان يا اصحابي ما تنسوش تبعتوا الفيديو الجميل ده لاصحابكم عشان يشوفوه، وما تنسوش طبعا تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. تعالي بقى نوري لهم كده العده مره قبل ما نقفل، عشان هي جميله خالص لونها برتقاني دي. بصوا يا اصحابي الله عده تحفه. طبعا احنا هنضم العده الجميله دي للعده القديمه اللي عندنا عشان يبقى عندنا عده كتيره، عشان لما نيجي نلعب بيها نلعب بيها كلها. ودلوقتي بقى نقول ايه لاصحابنا؟ باي باي يا اصحابي باي. اللي معاكي دي الله، بصي شوفي هنركب بقى يا اصحابي دي هنا عشان تقفل على عليها من فوق. شفتي جميله ازاي؟ حلوه قوي. لسه باقي دي بقى، هاتي كده زي ما شفتها فين بتاعتي. اه ده دي طلعت احلى ولا ايه؟ شكلها طلعت احلى. استني لسه بقى الجزء ده مش عارف هيركب تقريبا في الاخر هنا ولا ايه. رقم 29 استني مش عارف، هي اصلا شكلها ملهاش لازمه اصلا صح ولا ليها لازمه؟ معرفش ليه البتاع دي خلاص. اه هنا قدام استني، هنا اهو هنا اهو هنا دي قدام هنا يا اصحابي، هنا اهو ده مكانها اهوت، تبقى كده اهي. هي دي احلى؟ اه الزرقاء طلعت احلى كده، انا كنت فاكرها الصفراء هتبقى هي الاحلى، بس مش مشكله هما الاثنين حلوين يعني برضو، بس الزرقاء احلى. ثواني يا اصحابي لما ركبها حلو كده خلاص هي كده ركبت باين. هو انت لا ايه؟ ها؟ فاكر دي احلى؟ فاكر ايه؟ دي تبقى اه كنت فاكر الصفرة احلى.